كان أخي يقود سيارته في الطريق، وجاء صاحب سيارة أخرى وتجاوزه في الطريق، فلما تجاوزه قدر الله عز وجل أن انقلبت سيارة هذا الرجل أمام سيارة أخي، فاصطدمت سيارة أخي بسيارة هذا الرجل، وكانت النتيجة موت صاحب هذه السيارة. هل على أخي فدية أو كفارة؟ هذا حسب تقرير المرور، الذين يضبطون الحادث هم يقررون نسبة الخطأ من هي عليه، يرجع إلى قولهم في هذا لأنهم أصحاب الشأن، فإذا حكموا أن الخطأ مشتركا بين الاثنين كانت الكفارة على الاثنين، كل واحد عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، كذلك الدية كل واحد يتحمل نصيبه من الدية. وإن كان الخطأ على واحدا فقط 100% وليس على الثاني خطأ، فيتحمل الذي عليه الخطأ، وأما الذي ليس عليه نسبة من الخطأ فليس عليه شيء. هذا يرجع فيه إلى تقرير المرور.